معايا سيادة النائب الأستاذ عمرو أبو اليزيد، نائب ولاء الدكرور. مساء الخير أستاذ عمرو. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني الحقيقة جريمة بشعة، وإحنا حتى مخبيين الفيديو الصريح يعني. فأنتوا عملتوا إيه طيب لما وصل لحضرتك الخبر؟ اولا طبعا تعزينا لاستاذ محمد على فقيد اهالي ولاء الدكرور، خاصه بعزي اهالي صرف اللبن. طبعا الفقيد طبعا كان بيتميز بسمعه طيبه جدا، يمكن اهالي صرف اللبن بيشكروا فيه. يمكن انا طبيعه الحادث الموضوع التليفون جالي تقريبا الساعه 5 صباحا، تمام، وفوجئت قالوا ان في تم سحل شخص او مواطن من منطقه صفت اللبن وتم تقطيعه بالاسلحه البيضاء. طبعا ما صدقتش المنظر ده، لان منظر جديد علينا في دائره شعبيه زي بلاء الدبرور، ومنظر جديد علينا في مصر ان يحصل حاجه زي دي. طبعا كلمت المباحث، وجدت ان المباحث موجوده هناك فعليا. طبعا احنا شايفين ان الموضوع كان منظر كان فظيع جدا. يمكن لفت نظري حاجه في الفيديو، صوت الاذان. كان الفجر. صوت الاذان دوت ما صحاش ضمير الاشخاص اللي كانوا بيمثلين الاسلحه البيضاء وهم عاملين يقطعوا في بني ادم في الشارع. صوت الاذان ده ما حدش اتعظ بصوت الاذان، والاذان بيقول الله اكبر. فانا مش عارف يعني ملابسات الموضوع وسبب المشكله. حضرتك يا استاذ عمرو، هم تقريبا يعني كانوا بيضربوه، بيقولوا الله اكبر وهم بيضربوه، ده هم يعني نفسهم ما عندهمش ضمير. فانا شايف ان عدم غياب الوعي الثقافي، يعني مفتقدينه الوعي الديني، وبقى مفتقدينه بعض الاحيان شعور كتير مفتقداه. فاحنا ده ليه دور كبير جدا، الرقابه الاسريه ليها دور كبير جدا في الايام. ويمكن انا اتكلمت في حاجات كتير جدا في الايام السابقه لما كنت بعمل مؤتمرات تسليم كفن بين اشخاص، كان صار بين اشخاص صعيده، ويمكن انا نفذت خمسه صلح وتسليم كفن بين افراد. نعم. بتكلم ان لازم الوعي الديني والوعي الثقافي والتربيه الاسريه الصحيحه، لان في الاخر هينتج عنه مجتمع صالح. احنا شايفين المنظر ده منظر يعني جديد عليه. بس هو السبب فعلا علينا يا استاذ عمرو، ان هو من 4 سنين حصلت القصه دي، هو ده السبب الحقيقي؟ أنا اللي وصل لك يعني على بال ما التحقيقات تخلص؟ أنا وصل لي إن كان في مشكلة من 4 سنين، والموضوع كان في ضرب نار حاجة زي كده، وما أعرفش كان في نية مبيتة بين الطرفين، وده السبب الرئيسي اللي حصل الموضوع ده. ولكن أنا شايف إن الموضوع ده كان منظر كان صعب جدا، وأنا بحيي المواطن بتاع صف اللبن اللي كان بيتخانق معاهم من البلكونة وكان بيحامي للفقيد. وده غريب إنه يعني يا فندم بلاء الدكرور كلها يعني منطقة شعبية وكلها رجالة، أصلحهم مع 10 أشخاص، بس لو كان حصل هجوم عليهم كان ممكن إن هم يعني والله. طبعا المنظر كان مرعب جدا، اي شخص كان هيخاف على عياله، اي شخص كان هيخاف على بيته. ولكن طبعا بلاء الدكرور انا مسمينها بلد الجدعانه وبلد الجدعانه. طبعا طبعا. وده بان في مواطن، احد المواطنين لو شفت احد الفيديوهات هتلاقيه أو من فوق البلكونه كان بيتخانق معاهم ويقول له احنا مش هنخاف منكم واحنا مش هنسيبكم والكلام ده. فده انا بحيي المواطن بتاع صفت اللبن اللي كان بيهاجم الاشخاص دول. وبحيي طبعا مباحث بلاء الدكرور ان هم تم القبض على بعض المتهمين. وبنطالب، يمكن احنا عملنا قدم موافقه بعمل باسم الشرطه تاني، لان برضو دور الشرطه منع الجريمه. احنا طبعا بنشكر رجال الشرطه، ولكن انا يعني الله يكون في عونهم، 5 معاونين مباحث ورئيس مباحث واحد على 3 مليون مواطن، باسم الدائره الكبيره جدا، وبيشتغلوا ليل ونهار، ورغم ذلك الدائره كبيره عليهم. فاحنا محتاجين اسم شرطه تاني، واتكلمنا على ارض الاصلاح. يعني يا استاذ عمرو، حضرتك طالبته بعمل اسم تاني؟ وخدنا الموافقه. اخدتوا الموافقه؟ والاصلاح الزراعي، الاصلاح الزراعي لسه ما خلصت الاجراءات عشان ناخد الارض الموجوده في شارع فيصل، عشان نقسم الدائرتين، يبقى كل اسم يسيطر امنيا على منطقه معينه. كويس قوي. صدقوني هنوصل في الاخر ان احنا بدل نبحث عن الجاني في الاخر هنمنع الجريمه، ودي هتنقذ ارواح كتير وهتنقذ اشخاص كتير لما نمنع الجريمه احسن ما نحن نبحث عن الجانب. وبحيي طبعا رجال الشرطه، وبحيي مباحث ولاء الدكرور، وبحيي اللواء ابراهيم الديب رئيس مباحث الجيزه، ومدير الامن اللواء عصام صعب. بشكر حضرتك استاذ عمرو ابو اليزيد، نائب دايره بولاء الدكرور، وبرجع لمحمد زين.